صباح الخير عليك يا جوانا، صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، واليوم الثاني لقمة الرؤساء هنا في شرم الشيخ، قمة المناخ COP27. الحقيقة حضور كبير ومكثف من زعماء العالم هنا في شرم الشيخ، وتتزعم مصر العمل المناخي ومسألة يعني الدعوة للتنفيذ لكل التوصيات الصادرة من القمم السابقة. يعني احنا بنتكلم على انه قمة شرم الشيخ هي قمة التنفيذ. الحقيقة تتحدث مصر بلسان الدول النامية وخصوصا بلسان افريقيا، لانهم يمكن من اكثر الدول المتأثرة والمتضررة من التغيرات المناخية. شفنا دعوة من القلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة سلام لانهاء الازمة الروسية الاوكرانية. الحقيقة يعني مصر بتتصدر كل الاخبار الاعلامية منذ أمس، وحضور مكثف وكبير من قبل كل زعماء العالم لمحاولة أخيرة يمكن لإنقاذ كوكب الأرض وإنقاذ الحياة على كوكب الأرض. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير على زملائنا في القاهرة جمانة ومنا. بكل تأكيد احنا موجودين مع حضراتكم عشان نتابع فعاليات مؤتمر المناخ في دورته 27 من شرم الشيخ. مصر خلال السنة اللي فاتت قامت بتهيئة كل الأجواء للمفاوضين حتى تخرج هذه القمة ويخرج هذا المؤتمر بنتائج مثمرة بآلية للتنفيذ، كما هو معلن. بان طبعا احنا بنتكلم ان هذا المؤتمر هو بعنوان معا للتنفيذ. كلمه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح كانت مهمه للغايه، وتحدث في بدايه الكلمه عن ضروره ان تتخذ الحكومات دور كبير جدا في اقناع مفاوضيها بان هم يتنازلوا عن مصالحهم الشخصيه. بكل تاكيد كل دوله تسعى الى تحقيق مكاسب خاصه بها، لكن الان حان الوقت لان يجتمع الجميع ويتكاتف الجميع من اجل مصلحه هذا الكوكب. فلا بد من تحقيق توازن ما بين مصالح كل الدول، كل دولة تحقق مصالحها وأيضا مصالح باقي الدول الأخرى. النمط اللي صارت عليه الدول الصناعية خلال الفترة اللي فاتت والدول بشكل عام خلال الثورة الصناعية يجب أن يتوقف، لأنه صعب جدا الاستدامة بهذا الشكل، وأنه لا تتخيل أي دولة بأنها تحقق نجاحات على حساب دولة أخرى، لأن زي ما قلنا إحنا في كوكب واحد فلازم كلنا نراعي بعض. قمم كتيرة عقدت طبعا بهذا الشأن. لو هنتكلم بداية من قمة الأرض في ريو دي جانيرو في عام 92، واللي عقدت هذه القمة بمناسبة مرور 20 سنة على إعلان ستوكهولم أو على مؤتمر ستوكهولم في السويد سنة 72، ومن بعدها وتوالت القمم، وشفنا قمة كوبنهاجن في 2009، ومن بعدها اتفاق باريس للمناخ، ومن بعدها قمة جلاسكو، ونحن الآن في الدورة 27. آلية التنفيذ، لابد من الاتفاق على آلية للتنفيذ حتى نستطيع أن نخفف من أثار هذه التغيرات المناخية. وآلية التنفيذ احنا بنتكلم دايما المشكلة الكبرى والمعضلة هي التمويل. يجب وضع خطة واضحة للتمويل، خطة قصيرة المدى، وشكل هذا التمويل هيكون عامل ازاي، ده أهم حاجة حتى لا يثقل كاهل المواطن الأفريقي، لأن هم عانوا سنين كتيرة جدا ولم يتم تعويضهم. لا أتحدث هنا عن التعويض مثلا لأن طبعا ليه أبعاد قانونية، لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن التمويل، تقديم التمويل للدول النامية. كيف سيكون شكل هذا التمويل؟ هل سيقدم في شكل استثمارات مثلا أم سيقدم في شكل منح، حتى لا تثقل مرة أخرى الأمور أو نثقل كاهل المواطن الأفريقي من جديد. النهاردة اختتام قمة الرؤساء طبعا بحضور القادة والرؤساء، هيقدموا البيانات الرسمية الوطنية الخاصة بهم. هيكون في موائد مستديرة، ثلاث موائد مستديرة النهاردة تكمل الثلاث موائد مستديرة اللي عقدوا بالأمس. طبعا هيتكلموا النهاردة عن التمويل أيضا والاستثمار، هيتكلموا عن معاناة الدول النامية وأيضا عن الأمن المائي. احنا موجودين مع حضراتكم متابعة فعاليات اليوم ومستمرين مع حضراتكم طبعا طوال فترة المؤتمر.